ايوه شو بدي اقول لك بعد لا اقول لك هاي عشو بتضلك مصنجي هون على الشباك ما في بروح على الشغل الصبح واقفي على الشباك برجع على الغدا واقفي على الشباك بظهر واقفي على الشباك بالليل على الشباك شو في على الشبابيك لو زيد قبل بدقيقه كنت قلت شو في على الشبابيك شو في نقصت روحت لها بطل قلبي شو في على الشبابيك شو في على الشبابيك شو عم تناضري على الشبابيك ما عم ناضر والله يا حن بخلقتي اه؟ ما عم ناضر ابدا بس هلا فل فات لجوا هو اياها مين هو؟ هو؟ ايه الناس اللي قاعدين المرة وجوزها اللي قاعدين بوجنا بهديك البناية شو بهون؟ شو بهون؟ صبح، ظهر، عشية، عصرونية، بعد الظهر ما في إلا تبويس وتغنيش وتمجيقه وحل عني إذا كنت بتحس اه هيك عم بصير هونيك؟ هيك عم بصير هونيك تعال تعلم منه شوي تعلم منه؟ تعلم بصبص تعلم قال شو ما كنت تصير عم نجني شوي ما عم يكفي وضعي أنا ما عم يكفي وضعي وين يا حسرة؟ خلص خلص سينا خلص انا رح حلها عنجد؟ انا بعرف كيف حلها انبرني جمي على طريقتي رح حلها شيل ايدك شو فيك؟ قال حلها قال زيحي هيك انا بعرف كيف حلها على طريقتي دغري يقبرني يقبرني انا فرجيه هون ها؟ كان تفسدوا اخلاق الناس نعم مين؟ مرحبا اهلا اهلا يعطيك العافية اهلا في مجال اخذ من وقتك دقيقتين بس تفضل انا هون ساكن بوجهكم بالشارع الثاني بالبناية يعني ما عارف كيف بدي احكي خلصنا خي في شيء؟ لا بس انه يعني الواحد انا ما إلي عليك حبيبنا وما إلي على حدا كل واحد بمعنى حر بحياته بس انه اوقات في اشياء عم بتصير انه العيب الواحد يحكي فيها بس حقك تعمل اللي بدك اياه بس انه الواحد في اصول عن شو عم تحكي خي؟ يعني معلش قولوا في حوالينا جيران قولوا في شبابيك وبلاكين قولوا في ولاد بتطل وبتتفرج قولوا في نسوان بتقعد بتطلع عن شو عم تحكي لحظه عن شو عم تحكي انت عم تحكي عن هون احنا بنحنا وبالبنايه نعم حبيبي عني هون عن الشقه نعم عن هون شو عن عم شقة. تحكي شوفي شو جاي هلا تزعجنا خي حضرتك لك شهور على هالمنوال شوفي بتبوس مرتك الصبح والظهر وعشيه وبتغنجها وبتعبطها على الفاتي وعالطالعه بتعبطها وبتبوسها وبتشيلها وبتحطها شهور بحل حالها معلش طب ما قولوا في جيران حواليكم قولوا في عالم بتطلع قولوا في ناس احترموا مشاعر العالم احترموا مشاعر الناس يعني ما بيصير هيك صبح وظهر وعشية قبل الأكل وبعد الأكل غنج وتعبيط وغنج وتعبيط وتبويس طول لي بالك شوي طول لي بالك شوي يعني طفح الكيل معلش حبيبي لحظة عم تحكي عني أنا؟ نعم عنك أنت خيي لا غلطان أكيد غلطان حبيبي عم بوس مرتي شو فيها؟ يا خيي حقك بعدني واصل من السفر بدي بوس مرتي تعيش صار مشتاق لها صار زمان مش شايفها بعدك واصل من شو؟ من السفر اللي سنة ونص عم بيشتغل بالخليج خي ممنوع بوس مرتي يا حياتي اكيد ولا اه هلا بعدك جاية؟ ايه ومين اللي عم يخير له زبط 8 اشهر عندك يي يي اه شو بك احترم حدودك مشيو احترم حدودك يا استاذ احترم حدودك لو سمحت اكيد ملخبط حضرتك ما بسمح لك تجيب سيرة مرتي على لسانك ابدا مثل ما جيت لو سمحت ضهار قلت لك انت مسافر طبعا يي قال لي من هون لبرا لك هالحكي عيب الشوم كيف عيب ما انا عارفه ما معقول تفو عليك تش فوت حياتي فوت تعال هون حياتي شو بك تعال فوت تعال هون يب حبيبي شو بك مين عم بمجق فيكي صار له 7-8 سنين صدقتوا لهيدا الهبيله هذا يمكن هو ضرب عينه بس حبيبي بس فوت لقلبي حياتي بس دبرني يب